بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الإيثار خلق الكبار وشعار الصالحين. الإيثار لغة العظماء وعنوان السمو وجوهر مكارم الأخلاق. الإيثار معناه التقديم والتفضيل. قال تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك علينا. يقال فلان آثر فلان، أي قدمه وفضله على نفسه في حظ من حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة طمعا في الأجر والثواب من الله. الإيثار هو إنك تحب لأخوك اللي بتحبه لنفسك وأكتر من اللي بتحبه لنفسك، إنك تدي لأخوك زي ما بتدي لنفسك وأكتر ما بتدي لنفسك، إنك تخدم أخوك وتراعي مصالحه أكتر ما بتخدم نفسك طمعا في رضا الله. الإيثار يعني اللي في إيدك مش ليك، يعني تجوع وتشبع غيرك، تعطش وتروي ظمأ غيرك، إنك تتعب وتسهر عشان غيرك ينام مرتاح. الإيثار إنك تموت من أجل حياة الآخرين. أما الشخص الأناني اللي ما بيحبش إلا نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه كمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو عاوز تعرف معنى الإيثار، عارف لما تخلع السويتر اللي انت لابسه في عز البرد وتلبسه لواحد مسكين عشان يتدفى بيه من البرد؟ عارف لما تطلع اللقمة من بقك عشان تطعم جعان غلبان؟ هو ده الإيثار. هتقول لي مين بيعمل كده؟ هقول لك صحيح، مش أي حد هيعمل كده. عشان كده قالوا الإيثار خلق الكبار، مش كبار السن، لا، كبار النفوس، أصحاب النفوس العالية الراقية اللي عاوزين الجنة. لو عاوزين تعرفوا معنى الإيثار بجد، اسألوا الأم اللي اتبرعت بكليتها لابنها، اديته حتة من جسمها عشان يعيش، والدكتور يقول لها: خلي بالك العملية دي فيها خطورة على حياتك، ممكن تموتي. فتقول الأم: مش مهم أموت بس ابني يعيش. مش قلتلكوا الإيثار إنك تموت من أجل حياة الآخرين؟ لو عاوزين تعرفوا معنى الإيثار، اسألوا أي شاب مات أبوه وفضل إنه هو يجوز خواته البنات الأول ويجهزهم ويسعدهم، ومش مهم هو يتجوز وسنه كبير. اسألوا أي شاب وإخواته بيقسموا ورث أبوهم الله يرحمه فضلهم على نفسه وقال لهم: اختاروا وخدوا كل اللي انتوا عايزينه وخدوا اللي يرضيكم وخلوني أنا في الآخر. جميل إنك تعيش عشان تسعد غيرك، تعيش عشان تدي وتحب الخير للآخرين وتحس بالناس الغلابة، ودي من أسمى مراتب الأخلاق. أما إن أنت تعيش أناني بتحب نفسك أنا ومن بعد الطوفان، فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. الإيثار أكبر دليل إن أنت عندك حسن ظن في الله. اللي ما يعرفوش معنى الإيثار غلابة، ما عندهمش حسن ظن في الله، بيقولوا اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. مين قال كده؟ سيدنا أبو بكر ما قالش كده، طلع كل فلوسه وحطها في حجر النبي وثبته فاضي وكله ثقة في الله. والنبي يسأله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأبنائك يا أبا بكر؟ ويرد رد الواثق في الله، قال: يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. الإيثار رحمة ربنا وضعها في قلوب عباده المؤمنين، شعور نبيل بيجسد حقيقة الإيمان وبيطهر نفسك من الأنانية وحب الذات. الإيثار طريق الفلاح عشان بيحميك من مرض البخل والشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أمة الأخلاق جوانا لسه رصيد. الإيثار خلق الكبار وشعار الصالحين. جميل إنك تنفق وتتصدق، لكن الأجمل إنك تتصدق وإنت محتاج وإنت فقير معدم. تخيل
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. جميل إنك تطعم مسكين، ولكن الأجمل إنك تطعم مسكين وإنت جعان. تخيل لو إنت جعان وجايب سندوتش وكوباية شاي ولسه هتاكل، ودخل عليك صاحبك وهو جعان، فأنت قلت له: ده أنا لسه واكل الأكل ده زيادة، وأكله وفضلت إنت جعان، إحساسك إيه؟ إحساسك إيه لما يدخل عليك ضيوف وتكرمهم ويتعشوا، وتفضل إنت وزوجتك وولادك من غير عشاء؟ تقول لزوجتك: الحمد لله إننا أكرمنا الضيوف وربنا سترنا، إحنا سهلين. يعني ممكن تستحمل مرة إن ولادك يناموا من غير عشاء لظروف طارئة؟ تصدق ده حصل؟ ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أصابني جوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ دعاء بالرحمة. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فاصطحبه إلى بيته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله، هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني، ما فيش غير عشا الولاد. فقال: فدعيهم يتلهون بشيء، سهيهم في أي حاجة، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج حتى لا يرانا ونحن لا نأكل فيمتنع عن الطعام. فأعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح الصباح وذهب الرجل لصلاة الفجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، اللي انتوا عملتوه مع الضيف ده قمة الإيثار. فأنزل الله قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا سلام، إيثار ضحك الله له في السماء. يقول الحسن البصري: لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب، الدنيا عندهم لا تساوي شيء تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوت، ما فيش في بيته إلا رغيف عيش، فيقول: لا أجعل هذا في بطني، لأجعلن بعضه لله، حأسم الرغيف نصين، فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج مما يتصدق به عليه. فقال الله عنهم: ويطعمون الطعام على حبه، يعني ويطعمون الطعام على حبهم للطعام، لقلته عندهم، دول غلابة وحاجتهم إليه لأنهم فقراء. وقيل: ويطعمون الطعام على حبه حبا لله ورجاء في ثواب الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عايزين إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا سلام لو كنت من أهل الإيثار، يا بختك يوم الحشر العظيم الناس هتشاور عليك، يا بختك يوم الحشر العظيم الناس هتشاور عليك ويقولوا: أهو الراجل اللي أطعمنا وإحنا جعانين، وكسانا وإحنا عراه، أهو الراجل اللي سدد ديوننا ومسح دمعتنا وجوز بناتنا، أهو الراجل الحنين اللي عمره ما نسى الغلابة، يا رب اسعده زي ما أسعدنا. أنت مين في دول؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سرور. يا بختك لو فرحت حد، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اقضي الحوائج ما استطعت، وكل هم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. يا أمة الأخلاق جوانا لسه رصيد. الإيثار خلق الكبار وشعار الصالحين.
النبي صلى الله عليه وسلم غرس خلق الإيثار في الصحب الكرام، فها هي أم المؤمنين عائشة تضرب لينا أعظم إيثار عرفه التاريخ، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلم أعد أميرا للمؤمنين، وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بجوار رسول الله. ويذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة فيدخل عليها، فإذا هي تبكي بكل ألم حزنا على أمير المؤمنين وتقول: من للأمة بعدك يا عمر؟ فقال لها عبد الله بن عمر: عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بجوار رسول الله. فقالت: شوفوا الإيثار. فقالت: كنت أتمنى أن أدفن إلى جوار زوجي رسول الله وإلى جوار أبي بكر الصديق، ولكن والله لأؤثرن به اليوم عمر على نفسي. فوافقت دون تردد. فلما عاد عبد الله بن عمر قال له عمر: ما لديك يا بني؟ قال: كما تحب أذنت لك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من أن أدفن في هذا الموضع. فقال: يا بني، بعد أن أموت ارجع إليها مرة أخرى. شايفين الأخلاق العالية؟ فقال: يا بني ارجع إليها مرة أخرى، لعلها تكون قد وافقت حياء مني وأنا على قيد الحياة. فقل لها: يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن إلى جوار رسول الله، فإن قبلت فادفنوني بجوار حبيبي رسول الله، وإن لم تقبل فادفنوني في مقابر المسلمين مع أهل البقيع. فلما توفي عمر وحمل إلى المسجد، فقال عبد الله بن عمر: يا أم المؤمنين، هذا هو أمير المؤمنين محمولا على الأعناق، هل توافقين أن يدفن إلى جوار رسول الله؟ فقالت: يا عبد الله، كيف أؤثره حيا وأحرمه ميتا؟ ادفنوه بجانب رسول الله وبجانب صاحبه أبي بكر، هذا هو الإيثار في أسمى معانيه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يلا نعلم ولدنا الإيثار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من أهل الإيثار يا رب العالمين. سر الجمال في الروح بتبينه الأخلاق، زي العبير بيفوح من الزهر والأوراق، يشهد تاريخ البشر إسلامنا يوم ما انتشر، جوا القلوب اتحفر والله بالأخلاق. في سيرة المصطفى أجمل معاني الوفا، بسأل زماني ليه صدق القلوب اختفى. هنرجع الأخلاق ونعود لهديه أكيد، ونبني مجد جديد. يا أمة الأخلاق.